ويا مساء الخير عليكم جميعا يا حلوين، مساكم وصباحكم فل وعسل زي قلبكم. ما شاء الله يكون هاركم كتير حلو ومليء برزق ورضا وسعادة يا رب. أحبكم كتير كتير، الله يخلي لياكم ما يحرمني منكم أبدا. سوري أنا ما طلعت عليكم الصبح، بس بين ما تحممت وانشغلت شوي وخلصت أكمل شغلة ورحت على الصالون عملت ميك اب وشعر عشان اليوم عنا شوتينج أنا وزين وديانا غلاف لمجلة إن شاء الله. بس يخلصوا الصور بنفرجيكم إياهم، تصورونا قريبا، صور كتير حلوة. فبدي أحكي لخالد حبيبي thank you كتير على الشعرات الحلوين وعلى الميك اب اللي كتير حلو، merci beaucoup. هلأ في كم من صبية كانوا عم بيسألوني مبارح إنه هيا شو اسم قصة شعرك، يعني ما إلها اسم صراحة قصة شعري، بس حابة أحكيكم إنه أنا شعري بلش يتحسن إنه بلشت أستخدم الزيت الحشيش والزيوت كتير وهاي القصص، فبلش يطول شعري. أنا هذا اللي شايفينه، هدول الستيبس أو الغرة اللي أنتوا شايفينها هاي كانت كلياتها مقطعة، يعني أنا غرتي كانت لهون واصلة بالضبط زي ما بحكيكم لهون، فأنا كل شعري هذا كان متقطع، فمبلش شعري كتير يتحسن عن أول بعد ما عم بلشت أستخدم له الزيت واعتني فيه، وكل شهر تقريبا اقص منه اطراف، فغرتي طولت وهدول اللي كانوا محروقين ومتقطعين، حتى مش بس محروقين متقطعين، فبلشوا يطولوا. فانا شعري ما له اسم او القصه ما لها اسم، بس يعني كنت هيك حابه احكي لكم انا كان شعري محروق ومتقطع ومبلش يتحسن، يعني ها قعدت سنه وانا بعالج فيه. فبس اللي عم بيسال عن اسم القصه، انا شعري ما لهش ورق زي ما بقولوا، ما إلوش لا اسم ولا قصة ولا أي إشي. شعري كان مش مقصف أو محروق، شعري كان مقطع مقطع. هذا كله اللي شايفينه أنتوا الستيبس، هذا مش أنا قصته، هذا شعري كان مقطع كلياته وخربان. وصل لي سنة أنا وخالد عم نعالجه، خالد هيك عنده طريقة قص معينة ما شاء الله إيده خضرة، يعني بقص كل الخربان. فأنا قعدنا أنا وخالد سنة كل شهر يقص لي اطراف، كل شهر يقص لي اطراف، وعم بستخدم يعني زيوت كتير، وصار لي تقريبا 3 شهور عم بستخدم زيت الحشيش. كل البيبي هير هذا اللي شايفينه صبايا كله من زيت الحشيش مش طبيعي. وقعدت فتره انه كيف انا يوم بعد يوم، يعني اليوم احط زيت الحشيش، تحممت بكره اوف، ثاني بعد بيوم احط زيت الحشيش، فكتير متحسن شعري. فانتوا شايفين الشعر اللي بيتحسن، فمشان هيك عم بتشوفوا شعري كتير صاير أحسن ومتحسن، والغرة طولانة الحمد لله، وهدول كل اللي مقطع بلش يطول على قد يعني طول شعري. فبس فأنا قصتي ما إلهاش اسم بالمرة، يمكن هي أوكي طالعة حلوة، بس أنا عم بحكيكم الحقيقة إنه أنا شعري كان خربان ومتقطع، فوصلت لهي النتيجة بالآخر. مع إني أنا ما بحبش الشعر الستيبس بالمرة، يعني بحب كله طول واحد، بس شو بدي أعمل قدري يعني، وشعري محروق ومتقطع كله. بس الحمد لله وين كنا وين صرنا، يعني الناس اللي بتتابعني زمان اكيد شافت سناب